السلام عليكم، مرحبا بكم، سعيد بلقائكم وأسعد بالحديث معكم دائما. المهم عنا خبر يعني مفرح للجزائريين عموما، وهو التخفيضات التي وقعت على هواتف شركة كوندور. أنا أقول لكم، بحثت قليلا في الأسواق، بحثت في الويب، في المحلات كذا وكذا، لم أجد تخفيضات كما وضعت في الويب، ولكن من مصادر رسمية الشركة أعلنت أو ستعلن في الأيام القادمة عن تخفيضات رسميا في المحلات المعتمدة وليس في كل المحلات. هذه التخفيضات يعني وصلت لدرجة كبيرة. مثلا نشوف على هاتف مثل الكوندور الير اكس كان ينباع ب 54 ألف دينار جزائري، وصل ل 30 ألف دينار جزائري، يعني تخفيض 24 ألف دينار جزائري، وهذا التخفيض في حد ذاته هو سعر لهاتف ذكي. فيه تخفيضات أيضا على الام 3، على الام 2 وغيرها من الهواتف، تخفيضات كبيرة جدا. مثلا كوندور الير ام 3 ب 52 ألف دينار جزائري حتى 26 ألف دينار جزائري، يعني تخفيض رهيب رهيب جدا. السبب لهذه التخفيضات تضاربت حولها الآراء. كان بعض الناس قالوا أن الشركة أفلست وخلاص، هذه آخر سنة لشركة كوندور في الجزائر. كاين ناس أخرى قالت لك لا، هذه مجرد دعاية. ولكن أنا من رأيي الشخصي عندنا نظريتين حقيقيتين. هو أن كوندور يعني أخفقت نوعا ما في السوق الجزائري. لماذا؟ لأن رأينا هواتف جديدة. مثلا لأول مرة نرى شركة سامسونج تنشط بقوة في الطبقة الاقتصادية، لدينا الام 10 اس، الاي 10 والام 20. في الطبقة المتوسطة أيضا سامسونج دخلت بقوة، لدينا الاي 50، لدينا الام 30 والام 30 اس. بعدها تأتي شركة شاومي، لديها ريدمي 7، ريدمي 8، ريدمي نوت 7، ريدمي نوت 8، ريدمي نوت 7 برو وريدمي نوت 8 برو. كل هذه الهواتف في الطبقة المتوسطة والطبقة الاقتصادية تعطي أداء قوي جدا. رأينا أيضا هواوي بهواتف هونور، خصيصا الهونور 8X، الهونور 9X وغيرها من الهواتف الرائعة التي دخلت بأسعار قوية جدا للسوق. وهذه الأسعار جعلت يعني المواطن يختار هذه الهواتف بدل هواتف كوندور. مثلا 45 ألف دينار جزائري لن يشتري كوندور ألير أم 3، بل سيشتري هاتف آخر من الشركات الأخرى. النقطة الثانية والنظرية الثانية هي الإعلان أو دعاية أو كذا، هذه أيضا نظرية صحيحة. إن لم تفلس الشركة هي تحاول استعادة ذلك المواطن الذي ذهب إلى هواتف أخرى. ولهذا عملت هذا الفيديو، لأني رأيت أربع تخفيضات جميلة جدا لمن يريد شراء هاتف جديد، أنصحه باستغلالها بدل الكلام الفارغ. المهم عن تصنيع هواتف كوندور في الجزائر، يعني هي مجرد خرافة، وهي الهواتف تأتي مباشرة من الخارج. مثلا هواتف الألير إكس والأم 3 هي من شركة أولفيو. مثلا الهاتف الذي رأيناه مؤخرا غريف 9 وغريف 9 بلاس هي هواتف من شركة جيغاسات، وغيرها من الشركات الأخرى التي تصنع الهواتف هي غير ناجحة في الصين والهند، ولكنها تبيع لشركات أخرى وليس لكوندور فقط، تجدونها بعديد الأسماء في عديد الأسواق. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، قبل أن نتعرف على العروض الجيدة، لا تنسوا النزول تحت الفيديو وضغط زر اللايك، فهذا يساعدنا كثيرا، هذا يساعدنا أيضا لوصول الفيديو لكم لاحقا، أي فيديو جديد عن هواتف جديدة وكذا. يلا نبدأ على بركة الله. الهاتف الأول اللي عجبني التخفيض الخاص به هو هاتف كوندور ألير إكس. هذا الهاتف أعلن عنه مؤخرا، يعني هو واحد من أحدث الهواتف، له سنة فقط. الهاتف فيه مواصفات روعة صراحة يعني أصدقائي. فيه الميديا تك هيليو بي 70، يقدم على الأنتوتو تقريبا 150 ألف نقطة، وهو يعني تنقيط أو أداء منافس للريدمي نوت 8 وغيرها من الهواتف. عنده الرام هي 6 جيجا بايت، الروم مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، والشاشة هي أموليد 6.39 إنش، يعني تلعب عليه الببجي روعة جدا، خصوصا أن الشاشة لا نوتش بها، يعني الشاشة كاملة بسبب وجود السيلفي المنبثق، هو بوب أب سيلفي، وفيه نظام أندرويد 9 وغيرها. يعني الهاتف رائع وجيد جدا للشراء، يعني صراحة بسعر 30 ألف دينار جزائري هو عرض منافس جدا. ولماذا عجبني الهاتف؟ لأنه مازال حديث، هو كما قلنا من شركة أولفيو، يباع في الخارج حوالي 300 دولار أمريكي، ولكنه جميل جدا وفيه مواصفات لا بأس بها، وخصوصا مستشعر البصمة البصري المدمج تحت الشاشة. يعني في شركات أخرى لن تشتريه بهذا السعر، في أي شركة أخرى لا توجد هذه المواصفات كلها بسعر 30 ألف دينار جزائري. يعني لو كان التخفيض حقيقي فهو عرض رهيب جدا ب 30 ألف دينار جزائري، اللي هي في الثمانين لمن يتساءل. العرض الثاني اللي عجبني هو هاتف كوندور ألير أم 3، فيه نسخة كما نعرفه 4 جيجا بايت ونسخة 6 جيجا بايت. النسخة الأولى حوالي 23 ألف دينار جزائري، والنسخة الثانية 26500 دينار جزائري. فيه الأندرويد 8 يعني أوريو، فيه معالج هيليو بي 60، حقق حوالي
35000 على انتوتو، رام 4 جيجا بايت كما قلنا، هناك 6 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، في كاميرا خلفية مزدوجة مثل الارير اكس 16.5 وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، وعلى الارير اكس هي 8 ميجا بكسل. الشاشة 6.2 انش يعني فيها مواصفات لا بأس بها، والهاتف جميل جدا. اما الهاتف اللي بعده هو الير ام 3 لايت بسعر 17700 دينار جزائري، بالسعر هذا في هيليو بي 35، رام 3 والروم 32، اندرويد 8، كاميرا خلفية مزدوجة 16.5 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، شاشة HD بلس 5.86 انش، ومميزات لا بأس بها يعني بهذا السعر الهاتف رائع جدا. في شركات اخرى يعني صراحة احدثكم بصراحة، ولمن تابعني من 2015-2016 يعرف يعني كلامي ورؤيتي عن كوندور وعن العروض التي قدمتها بالنسبة للهواتف الخاصة بها. اما العرض الرابع عن هاتف كوندور غريف 9 او غريف 9 بلس، هذا الهاتف يأتي في الطبقة المتوسطة، الاول بسعر 13000 والثاني حوالي تقريبا 15000 او 14000 دينار جزائري. المواصفات الخاصة به متوسطة، يعني الشاشة HD 5.45 انش، النسخة العادية يعني فيها حواف كبيرة، اما النسخة بلس فيها نوتش، فيها الاندرويد 9، المعالج هو معالج يعني نادر يستعمل في الهواتف الاقتصادية، ليس قوي ولكنه حقق 75000 نقطة على انتوتو، يعني هو مثل الدوجي ان 10 الذي صنفناه من بين افضل 10 هواتف في الطبقة السعرية الاقتصادية. اما الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي هي 8 ميجا بكسل، في النسخة العادية فيها كاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل، لهذا افضل بلس. بلس فيها الشاشة ضعيفة، اما المواصفات الاخرى فكلها جيدة، فيها بطارية 2800 ملي امبير، فيها بصمة على الظهر، وهو هاتف لا بأس به. كانت هي العروض الاربعة التي وجدتها جيدة للمواطن الجزائري هنا في الجزائر، خصوصا عرض كوندور الير اكس لانه هاتف جديد، ايضا الجريف 9 هاتف جديد، هناك ناس تريد شراء هاتف ب 13000 دينار جزائري، صراحة لا اعرف بماذا اجيبهم، ولكن بما انه كان تخفيضات لماذا لا نستغل هذه التخفيضات؟ كانت افلست شركة ام تضع عرض ترويجي؟ هذا امر لا يهمنا، نحن ما يهمنا هي العروض، هو وجود العروض، دائما نتبع العروض كما نقولوا دائما الدنيا مع الوقف. يلا ما تنساوش الاشتراك في القناة ان كانت اول مرة تشوفونا، ولايك للفيديو، تعليق ان اردت، ولما لا تفعيل زر الجرس، زر الجرس كما تعرفوا باش توصلوا بجديد الفيديوهات، جديد الاشعارات، ودائما من يخرج لكم اشعار ادخل دير دارة في الفيديو. يلا سلام عليكم.